السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في سلسلة تعليم ماتلاب. النهاردة احنا اتكلمنا على شابتر 1 لغاية 4 في الفيديوهات. النهاردة كامل شابتر 5. هو أسهل ما يتخيل، هو مفهوش أكواد، يعني كل هو الكود المشهور فيه يبقى بلوت، اعرض يعني على الشاشة. فالشابتر ده كله بيتكلم على قيم تديها ل x، قيم تديها ل y وتعرضها على الشاشة. يعني مثلا قلت لك مثلا x بيساوي 1 و2 و3، حطيت قيمة ل x، حطيت قيمة ل y، هو بيرسمهم على المحاور الرئيسية اللي هو x و y. ويقول مثلا عند 1 1 مثلا نحط نقطة، وهكذا بقى. دي فكرة البلوتينج. يعني انت بقى عايز تتحكم في الشكل، مثلا عايز ترسم دالة الساين بالشكل ده مثلا، هو بيرسمها لك. عايز ترسم كوزاين، عايز ترسم حسب بقى ما انت عايز. اول كماند هو اكس واي، تمام؟ فقال لك اعمل قيم مثلا لاكس وقيم للواي وبلوت اكس واي. فعشان احنا ما نطولش، انت لو عملت الحاجات دي هتظهر بنفس الشكل ده على الشاشة. طبعا ما تنساش ان السيمي كولوم الموجودة دي اللي هو ده الشكل بتاعها تبقى عاملة كده. دي يعني ما تعرضش النتيجة على الشاشة مباشرة، واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده بس بناء عليه مفيش مشكلة، تمام؟ دي قيمة x، دي قيمة y فيكتور يعني، وبلوت x y يعني طلع لي x y على الشاشة. هتلاقي عند قيمة صفر، صفر في اكس قصادها 8 في واي، ادي صفر في اكس عند نقطة 8 في واي، وهيكمل بقى يقعد يعمل التناسب بتاعه. طب لو كان اكس دي مصفوفة، صفر احتفلنا ان الكولوم ده بيستخدم علشان يعمل خطوة عد. انت بتعد من مثلا من بتعد انت من صفر لعشرة، فانت بتقول مثلا صفر واحد اتنين تلاتة اربعة، فخطوة العد واحد واحد اتنين، بزود واحد كل مرة يعني لغاية لما توصل لعشرة، تمام؟ هنا في النص هنا بنكتب خطوة العد، خطوة العد هنا واحد من عشرة، فهو هيعد من صفر لواحد كل مرة واحد من عشرة لغاية لما يوصل للواحد الصحيح. ده قيمة اكس، فقيمة اكس هيبقى حوالي عشر قيم، هتبتدي من صفر واحد من عشرة، 2 من 10، 3 من 10، 9 من 10، لغاية لما توصل يعني 9 من 10، وتوصل بعد كده للواحد الصحيح. الواي هي دالة، ممكن تضرب الاكس، تقسم الاكس، تطرح، تجمع، حسب بقى ما انت عايز. فهو هنا ضرب اتنين، طبعا الاتنين دي سكيلر كمية قياسية، فضربها في كل قيمة في اكس. و x point أس أو أس باور، دي معناها إن كل عنصر هيخرج يعمل له أس باور 3، تمام؟ دي يعني مفيش مشكلة، هو بيجي لك المسألة وتحلها أنت، تحط المعادلة يعني مفيش مشكلة. إيه بقى الجديد يعني؟ أنت دلوقتي طلعت حاجة على الشاشة بلوت اكس واي، طلع لك مثلا خط وليكن بالشكل ده. لا، أنت عايزه مثلا الخط ده يبقى فيه داش مثلا، عايز الخط ده يبقى فيه نجوم، عايز الخط ده يبقى فيه نقط مثلا، عايز تعمل خط تاني جراف تاني يعني زي ما انت عايز. هنستخدم الأوامر ايه؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. هنا بيقول لك color specifier والline specifier والmarker specifiers. specifiers دي محددات، يعني انت لما تقول له B يبقى الخط اللي يطلع أزرق، G أخضر، وهكذا بقى احمر وحسين وسو اون. طيب ده بالنسبه للون. لاين سبيسفايرز اللي هو شكل الخط يطلع ايه، يطلع سوليد بالشكل ده ولا دوتت ولا داش ولا داشت، كل دي حاجات هناخدها في الاكواد الجايه. بلوت اكس واي مثلا، طب احنا اخر حاجه طلعناها اكس واي مثلا، وليكن هكذا، ادي قيمه اكس، سيبك من اللي فوق خالص، دي ادي اول حاجه احنا اشتغلنا عليها في البرنامج قبل كده اهو، ادي قيمه اكس، وادي قيمه واي،
وبلوت اكس واي، طلع لي قيمه اكس واي. تمام، انا بقى عايز الخط الازرق ده يبقى مثلا لون مختلف او شكل مختلف، احمر مثلا. فراح قايل ايه زي ما انا عامل كده اهو، اقول x كوما y كوما r، اجي انا اعمل كوما r بهذا الشكل، يروح عامل لي هذا الشكل. تروح كده عند الفجر اللون اللون كان ازرق بقى ايه احمر، وهكذا. فدي اكواد واتش سي از وات يو جيت، يعني اللي بتعمله الكود اللي بتنفذه بيظهر لك على الشاشه، فمش محتاجه دي شرح يعني. تمام، مثلا لو عملت كود زي كده، مثلا عملت بلوت اكس واي وحد عملت كود بالشكل ده، ايه اللي هيظهر على الشاشه؟ هيظهر خط اصفر، هو الكود شكله كده. يبقى اذا اللي بيتغير عندنا هو اللي بين الكوتيشن دي. تمام، فالمعادله العاديه دي المعادله العاديه، طلعها لي من غير الوان، اللون الازرق اللون الافتراضي. طب لو حطيت كوما وحطيت كوتيشن جوه الكوتيشن دول بقى هتغير السبيسفايرز المحددات، تقدر تتحكم انت بقى في شكل الجراف عن طريق المحددات دي. تمام، طيب عايز بقى مثلا تخليه بالشكل ده، كل اللي هتعمله بقى اللي هو ما بين الايه الكوتيشن او الكوتيشن دي، هتغير اللي بين الكوتيشن هيطلع لك اللي على الشاشه بالظبط. فدي ما فيهاش اي مشكله يعني كفهم يعني. طيب using this plot command، طيب انت لو عندك دخلت قيم الاكس قيم الواي وعايز تعرض قيمه من الاكس مع قيمه مع الواي، قيمه من الاكس مع قيمه مع الواي، بس مش عايز تطلعهم كلهم في شكل واحد في جراف واحد يعني، عايز يبقوا كذا جراف او اشكال مختلفة، تعمل ايه؟ هتستخدم كل امر، هتقول مثلا x1 كوما y1 كوما، تحط الايه النوع الاول او الشكل الاول للجراف الاولاني، اول ما تدوس كوما يبقى هو كده هيخش على الايه الجراف التاني، يقول لك x2 y2 كوما الجراف التالت، هيحطه بشكل مثلا داش كوما الجراف التالت x3 كوما y3 كوما كوتيشن، ويحط الجراف التالت بالشكل اللي هو g. فيبقى عامل ازاي؟ مثلا يبقى كده، لو طبعا ده نقط. تمام، طيب لو بلوت x و y g، لو استخدمت g يطلع بهذا الشكل اخضر، جي يعني جرين، يعني جي ليه جرين ودي اللي هو الشكل بتاعه. طيب الكود التاني undefined، لما انا قلت بلوت x1 y1 x2 y2، طبعا انا ما حطيتش قيمه x1 y1، انا كل عندي قيمه x فقط، فعلشان تعمل علاقه ما بين x و y1 x1 y1 x2 y2 لازم أن تسجل قيم الx1 والy1 والx2 والy2. تمام، فاحنا هنستخدم الكود ده، دي طبعا هيطلع قيم x اللي هو لاين سبيس اللي هو بيعد من صفر لواحد على كم خطوة، على 10 خطوات، او بيعرض على الشاشة 10 عناصر بس الترتيب مختلف ممكن. تمام، لكن هو من صفر لواحد يعني هيعد من صفر لواحد على 10 عناصر، لو لاحظت هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دي 10 عناصر، تختلف طبعا عن الكولوم. اوكي، انا قلت مثلا اكس خلاص خليته رقم 10 عناصر زي ما انت شايف، اخلي بقى المعادله هي اللي تختلف في واي، اقول مثلا واي 1 بيساوي مثلا 2 في اكس، واي 2 بيساوي 3 في اكس، واي 3 هيساوي اس اكس اس 10 اكس اس 100، براحتي بقى، متغيرات تقدر تغير فيها براحتك يعني. كمعادلة رياضية انت عندك مثلا الاكس بتساوي 3، ممكن تقول الواي بتساوي مثلا اكس اس 3، تقول مثلا اكس في اكس، براحتك انت بقى. ماشي، فانا اقول مثلا هسجل واي 1 تبقى 2 في اكس، وحطيت السيمكون عشان مش عايز اشوف النتيجة دلوقتي
عشان ساعات في نتائج بتبقى كبيرة قوي فبتملى الشاشة، فأنا مش عايز أشوف النتائج، أنا عايز أشوف الجراف بس دلوقتي. فالنتائج كده كده متخزنة وموجودة، لما تدوس بلوت هتظهر في الجراف، ولو شلت السيمي كولوم دي هتظهر على طول مباشرة زي دي كده. مثلا y2 4 في x أس 2، y3 exponential x أس 2. أستخدم أمر بلوت x y1 و x y2 x y3، يعني ناخد القيمة اللي في x واعمل لها علاقة مع y1. ايه y1؟ y1 بتقول 2 في x، يبقى تاخد كل قيمة في x اللي هنا تضربها في 2. طب y2 تشوف اللي انت عامله في y2، 4 في x أس كذا وهكذا. ما تبص على البلوت هتلاقيه بقى عامل الشكل ده. اوكي، x y1 x y2 x y3، تمام، اهو طلع نفس الشكل. طيب طبعا كل الاكواد دي يعني مش غريبه عليك، يعني هو الفكره كلها في الكود اللي هو بلوت. البلوت x y1، تمام، وده شكل البلوت، يعني ماينس r بلس ده شكل بلوت مش كود، يعني مش جمع وطرح، ده شكل البلوت، شكل الرسم هيطلع ازاي. لو انت مثلا عملت الشكل ده ريد وبلس، ادي خط الاحمر ده الريد بلس، مثلا عملت جرين داش يبقى يعمل خط جرين داش، او عملت بيوجراف مثلا نقطة وشرط اللي هو الازرق ده مفيهاش مشكلة، او كل ده يعني مفيهوش مشكلة. ايه بقى الكود الجديد هنا؟ في حاجة اسمها hold on و hold off commands. الفكرة بكل بساطة انت عايز تظهر على الشاشة اكتر من graph، اكتر من شكل في نفس الوقت. ففائدة الامر ده ان هو يوقف الجراف، يعني ما يعملش اي تغيير في الجراف الا لما تقول له hold off. فhold on هنا كل اعمله ان هو هيعمل جراف جديد، انت تسجل جراف جديد هو هياخده ويسجله في الذاكرة، واول ما تقول له hold off يعني خلاص كده مش عايز احط اي جراف تاني، يظهر لك اللي هو اللي انت حطيته. فانت هتسجل كام لإكس عادي، وده اللي متغيرة في واي، واكس متغيرة في واي عادي مفيش مشكلة، وهتعمل plot x y1 وده الشكل بتاعها، وتقول له hold on. شوف بقى كده هنعمل ازاي. ادي قيمة x، شفت لما انا معملتش سيمي كولوم فلازم اعمل سيمي كولوم عشان الشاشة يعني، تمام، عملت سيمي كولوم خلاص، قلت y1 مثلا sin x، y1 sin x، y2 cosine x، y3 sin x زائد cosine x، plot طلع لي x و y1 والشكل بتاعهم plus plus red، فهو الشكل هيعمل sin، تمام، red لأن y1 هي دالة sin، فطلعها لي sin على الشاشة. طيب أقول hold on، شوف الجراف زي ما هو، وأقول له plot differently، differently الجراف ده x y1، اوكي ده انا ضفته قبل كده، اوكي ضيف لي الجراف اكس واي 2، اكس واي 2 اهو، شوف كده اضاف لي الجراف ايه شكل جديد. لو انا ما كنتش كتبت هولد اون دي كان غير لي صوره الجراف الاولاني، كان خليه الاحمر ده شاله وحط مكانه الاخضر، دي ميزه هولد اون. hold on يعني سيب الشكل زي ما هو، وعايز تضيف اشكال تانية عليه مفيش مشكلة، ما تغيرليش الشكل اللي ايه اللي انا كنت عامله في الاول اللي هو الاحمر ده، كان ممكن يشيله ويحط مكانه الاخضر. اقول له مثلا x y 3 هيضيف لي كمان شكل جديد، طالما انا حطيت hold on خلاص عايز انا انهي الامر لازم اقول hold off، يعني خلاص لو انا كتبت امر جديد او عملت بلوت جديد هيمسح كل ده ويعمل لي بلوت جديد.
هيمسح كل ده بالشاشة فاضية كده ويعمل بلوت جديد. هولد اوف كده انا لغيت بقى الايه العملية. فبالتالي لو عملت بلوت مثلا اكس واي جديدة هتخفي العملية دي. تعال نشوف مثلا اري بلوت مثلا اكس واي، الاكس بيعلق. ماشي تعال نجيبها من هنا كيبورد مثلا دي، بص كده عشان قلت هولد اوف فكله اتشال واتعمل بلوت جديد. طيب ده بالنسبة هولد اون اند هولد اوف، هنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.